بصراحة بحكم أننا كان سبق لنا تجارب لمدة 7 سنوات على مستوى مهرجان غومباغ، واللي كان خدا واحد صيت دولي وعالمي وكان واحد النجاح، ولكن من بعدها وقع واحد الركود لأن ما كانش واحد الاهتمام بالثقافة. في هذه السنة كنشوفوا أن الأمور كتختلف بحكم أن المجلس واعي بالأهمية ديال الثقافة والنفع اللي رجع للمدينة بواسطة المحافل الثقافية، فقررنا أننا نخرج واحد المورود جديد الوجود انا وهو ازا ماركت. بالنسبه للفنانين اللي غادي يكونوا مشاركين معنا، فحاولنا اننا نشوف واحد التوليفه على مستوى الوطن وواحد على مستوى المحلي كذلك، حاولنا اننا نشاركوا معنا اغلبيه الفنانين اللي عندهم وجود دائم في الساحه الفنيه على مستوى الجرافيتي، وحاولنا اننا نستقطبوا فنانين عالميين. اذكر بعض البلدان يعني مثل فرنسا، المانيا، اسبانيا، وكذلك ما نسيناش القاره الافريقيه، حاولنا نشوفوا السنغال وبعض الدول كذلك الافريقيه. وبالنسبه للقاره الامريكيه كذلك شفنا عاوتاني الفنانه من ليزيتازوني ومن امريكا الجنوبيه. استعداد ديال الزمور لهذا المهرجان هو اللي كتشوفوا فيه دابا الان؟ تقريبا في الاول هو دائما كان الموعد ديال المهرجان في شهر 5 كيف ما شرت، وهو ان تقريبا هذه الدوره تقريبا 8 أو 9 بالضبط في شهر 5. بطبيعه الحال تم الاختيار ديال هذا الشهر ماشي عبثي، وانما جاء بناء على تحسين الجو باش يكون الاشتغال ديال الفنانين التشكيليين في واحد الجو اللي يكون مريح، خصوصا ان هذا المهرجان هو ماشي مهرجان محلي، هو مهرجان وطني ودولي في نفس الوقت. كتحضر فيه واحد المجموعه ديال الفنانين اللي متعطشين لهاد التظاهرات الفنيه. ملي كيتوقف ليك واحد المهرجان كتكون اسباب، من بين الاسباب الرئيسيه اللي كتخلي المهرجان انه وقف هو التمويل ديالو. علاش؟ لان المنظم اللي كيبغي ينظم مهرجان اول حاجه كيحطها بعين الاعتبار وكيخاف انها تفشل المهرجان، وهو ملي تكون عنده واحد الميزانيه اللي ضعيفه وقليله وما يمكنش انه يغامر بها، لان هذا مهرجان يعني عنده تاريخ، عنده بدايته، عنده النهايه ديالو، عنده مواد ديالو، عنده تعويضات ديالو، عنده الفنانين اللي خصك تهيئ لهم المجال المريح، لانك تعرف الفنان الا ما وفرتيش ليه المجال المريح انه ما يمكنش يعطي. حنا غادي الحمد لله ان الان التحضيرات حنا بدينا فيها وغادي نكونوا واجدين صعدنا في الموعد ديال المهرجان. الاضافه اللي كاينه راه معروفه من ناحيه السياحه، من ناحيه ديال رواج المدينه، من ناحيه الثقافيه. هذا المهرجان ممكن له غير يكون اضافه لمدينه ازمور، ما يمكنلوش يضرها. مهمتي هي مدينه ازمور يكونوا فيها مهرجانات اللي غتخلي هذه المدينه عندها واحد انشطه ثقافيه وايضا رياضيه. الا طرحت عليك السؤال شحال من جماعه في الجهه دايره مهرجان، دابا تنهضروا عليه، شحال من جماعه في الاقليم دايره مهرجان، دونك الا كنا حنا من الجماعات القلال اللي ما عندنا حتى الامكانيات نديروا مهرجانات، هذا هو السؤال اللي خصو تطرح. علاش ما يكونش مهرجان في بير جديد، ما يكونش في شتوكا، ما يكونش في سيدي عابد، ما يكونش سيدي بنور، ما يكونش دابا الناس تبان لهم ازمور، مزيان حنا غادي نحاولوا بالامكانيات ديالنا نديروا هذا المهرجان. والحمد لله انا اللي تهمني هما الراي ديال الشباب وديال الاخوان اللي هما مهتمين بالفن، هذوك الا طرحت لهم سؤال غادي يجاوبوك احسن مني. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.